الحقيقة أنا يعني عندي تركيز على نقطة كثير مهمة. نعم سريع. هو اعتماد الروس يعني على المنشقين من الأوكرانيين في الشمال الشرق، واعتمادهم أيضا على الشيشان في منطقة يعني في ماريوبول. هذا الأمر مهم جدا. يعني القوات الروسية أو القوات المسلحة الروسية اليوم هي لم تخسر شيء، باستثناء أنها معهم تقدم الأسلحة، تقدم الإمدادات، هنالك دعم لوجستي، هنالك بعض القوات الروسية اللي يمكن أن تدخل في الموضوع. ولكن روسيا كانت في بدايتها الأهداف كانت كلها ثانوية، ولكن هذا الإقليم وماريوبول كانت أهداف رئيسية، وهذا ما جعل العالم أجمع يتفهم الاستراتيجية الروسية الآن. القضية أنه الرئيس الروسي وخاصة في يعني خطابه الأخير في الانتصار الوطني بالنسبة لروسيا في الحرب، هو يعني أجمل قضيتين مهمة. الأولى أنه هو الحد من تقدم حلف شمال الأطلسي نحو الشرق، هذا من ناحية. والشيء الآخر هنالك أنه رؤية استراتيجية بعيدة المدى تحتم وضع السياسة العالمية على المحك في قضية ماريوبول. يعني هنالك أهداف استراتيجية للعالم الغربي في أوكرانيا، بالإضافة إلى أن روسيا لها خط دفاعي وخط أمني ممكن أنه يمنع أو يعيق تقدم أي قوة باتجاهه من الغرب باتجاه العمق الروسي، وهذا مهم جدا في تحقيق استراتيجية الأمن القومي.